هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عصير. العصير اللي هعمله مقاديره على الشاشه، واديني فرصه بقى اروق الكاونتر بتاعي واطفي النار علشان فاتوره الكهرباء. وده مطلوب منك، واقفه في المطبخ ما تفرحيش انك بتعملي اكل وخلاص، لا خلي بالك، اقفل الغاز، اقفل الميه، اقفل الكهرباء اللي مش عايزاها، وهكذا. ده التوفير وده الترشيد. هنقفل مين يا فندم؟ المقادير على الشاشه عباره عن جوافه وحليب وفانيليا وجوز الهند وسكر وتلج. انا هعمل عصير دلوقتي. العصير ده انا شخصيا بحبه وعاشق للجوافه لانها غنيه بفيتامين سي، وبحب ريحتها حلوه. حتى بعد ما باكل، حتى ما بعد باكل الجوافه ما بغسلش ايدي، بحب الريحه الحلوه بتاعتها. حلو الكلام، وخاصه الجوافه البلدي بتاعتها. سريعا كده هعمل العصير ده كده، وهديله فليفر من الفانيليا. حلو، الروزماري ده خليه هنا شكله حلو. ونجيب الخلاط بتاعنا، معانا وقت ان شاء الله، انا عايز دقيقه واحده بس. حلو، تمام. وناخد العصير ده كده، الخلاط بتاعنا الحلو ده كده، كل يوم بيعمل عصير مختلف. ايه اخبار الدنيا؟ المكرونه في الفرن، حاضر. الله يبارك لك يا فاروق، وتزور النبي. العب. حلو قوي. حليب تبريد عالي جدا يغنيك عن التلج، جوز الهند اللي هي عندنا هنا دي كده، في منها الناعم وفي منها الفص ده كده، بيسموها اخواننا دوفر ايس كريم. جوز الهند دوفر عريضه كده اهي. حلو، تمام. ننزل بشويه سكر، مع ان الجوافه البلدي مش محتاجه سكر، هي طعمها زي السكر. فانيليا، عندنا جوافه حلوه، شيل البذر منها من فضلك عشان الاولاد الصغيرين والكبار. البذر مش مرغوب في عصير الجوافه، يا اما تصفيها. حلو، شيل دي كده اهو. وكل ده يتضرب في قلب الخلاط يا عم الشيف. الله الله على كوبايه عصير من دي كده جنب السفره بتاعتي. المكرونه هطلعها دلوقتي، فيها كل حاجه، فيها البروتين، فيها الطعم، فيها الخبره الطهويه. ومعانا البوبيت بتاعنا، فراخ النهارده، ممكن نعمله بعد كده لحمه، نعمله سمك، هي المدرسه واحد. حط تاني يا شيف بس زي الفل كده، تمام. نضرب في ده في قلب الخلاط. اللهم صل على النبي. يلا مع السلامه. اعتذر عن صوت الخلاط، ما كانش طالع. الله عليك وعلى والديك، شغل الخلاط غصب عني. العصير معانا هنا قوامه حلو، الجوافه كتير الحمد لله، وجوز الهند مديها طعم حلو، والفانيليا. ونقول مع بعض هنا يا صبابين العصير زيدوا حالاته. اللهم صل على النبي. كفايه؟ حاضر يا فندم. ألف هنا وشيف، اتفضلوا معانا في مزبيرو هنا على الكورنيش. بنوجه تحية كبيرة لكل اللي بيتابعونا في أنحاء العالم. من شاشة القناة الأولى. العصير ده قيمته الغذائية عالية جدا، جوز الهند مفيدة جدا للشعر والبشرة وكل حاجة حلوة، مش محتاج إن أنا أتكلم عنها. وإن شاء الله بإذن الله تعالى لنا موقف ولقاء ومحطة مع الآيس كريم، ونصلي على الحبيب يا أبو غازي قلبك يطيب.